دي عيوبها ايه قول لي؟ هي عيوبها ايه؟ اه لا ريهام، ريهام يعني انا مش عايز اقول لسه كمان الناس حاجات، ناس تفهم بقى الكلام ده اللي هو ايه، بيمدحوا في بعض اصلهم كابل وبتاع، بس لا انا يعني انا يعني نفسي ان لو كل واحد شاب لقى زوجه زي ريهام هو هيستقر، لان ريهام بتحقق استقرار ما يعني يعني بجانب انها ام مثاليه من وجهه نظري، وفعلا ضحت بال بكل شغلها وتاريخها، وهي كانت مش كانت مش تاريخ هتكمل، يعني ده كان لا انا قصدي حتى تاريخ صغير شاطره حتى لو تاريخ صغير انت عملتي اعمال كتير جدا وعملتي اعمال، كنت في فتره من الفترات ان اي ست او اي بنت في مكانها هتقول لك لا انا لازم اكمل، وكل البنات اللي في الوقت اللي هي كانت فيه لما اتجوزت كله هيقول لا انا تاريخي وانا اهم وانا الكارير بتاعي وانا البتاع والفاميلي مش عارف ايه الحاجات اللي هم بيقولوها، وده حلو ومشروع جدا، بس بينسوا اهم حته ربنا خلقها في الست اللي هي فكرة الأم والاستقرار. يعني أنا بشوف إن مفيش استقرار مفيش بيت مفيش حياة مفيش بني آدم، في استقرار في كل حاجة هتتظبط، ممكن أشتغل ممكن أعمل كل اللي أنا عايزه وأحقق طموحي وأعمل كل اللي أنا عايزه كست أو كراجل، بس في النهاية لازم أكون مستقر. ريهام محققة الاستقرار ده مع الولاد معايا، محترمة من ساعة ما أنا كمان شفتها في شغل، فأنا مش إن أنا كنت بس أنا شفتها في شغل وعشرتها في شغل وقعدنا شهور بنصور وشفتها في كل الاوضاع في مشاكل وفي حاجات كويسه، فحكمت عليها كبنت ان دي بنت جواز، بنت ممكن الواحد يتجوز. الغيره بقى انت بتغيري عليه؟ اه بس ما ببينش. شفت بقى دي شفت ما ببينش دي معناها ان انا بغير، بس انا ما اعرفش انها غيرت او لا او انها اه يعني ما بقولش او ما ببينش يعني دي حاجه في شخصيتي كده. لا مش بتفوت يا ليه ما بفوتش لا ما بفوتش ما بيهوش لا ايه بقى ممكن تفضل مضايق اسبوع وانا مش عارف فيه ايه هموت اعرف فيه ايه ما بقولش يعني ببقى مستنيه يكتشف او يحس انه انا دي حاجه كانت مضايقاني يعني ايه بس احنا عكس بعض في الحته هي دي حاجه في الستات كلها عامه على فكره انه دايما بيبقوا مستنيين ان الراجل يفهم لوحده يفهم هم زعلانين ليه يعني احكي لي اخر موقف ضايقك مثلا ما مش هتلاقي انت هتلاقي حاجه انت مش لا هي المشكله بس انا اللي بنسى بسرعه انا اللي بنسى بسرعه اديك اسم اه ده من عيوبه ان ده لا مش هلاقي في الاسامي القديمه انا هلاقي في الجديد خلينا في الجديد في جديد ما شاء الله حلو الجديد لا يعني مش يعني مش قادره افتكر موقف معين لان يعني حتى في مواقف ندرتها انت بتغير عليها طبعا طبعا لا غير عليها لا انا غيور جدا جدا وببين وبقول وبتخانق يعني لا انا عادي انا يعني بجد انا عندي المشكله دي انا ما بفهمش اي طرق ملتويه يعني ودايما الستات عندهم الحته دي انهم بيعملوا كده عشان بيفكروا في كده وقالوا كده عشان يقصدوا كده ومين قال مش عارف بيحسوا بكده عشان مش عارف. انا ما عنديش ده فانا بالنسبه لي لو انت متضايقه مني هفضل مستني تقولي لي انت متضايقه من ايه فالعيال بتقعد اسابيع ممكن تقعد مثلا اسبوع متضايقه وانا مش عارف في ايه وبعد كتير جدا ايه ده وانت كنت متضايقه كل ده تقول لي ايوه انت مش واخد بالك قلت لا انا واخد بالي في تغير بس مش فاهم ليه عشان انت عملت كذا قلت طب ما تقول يا حبيبتي نقصر الدنيا اصلحك ممكن تكوني متضايقه من حاجه مش ما عملتهاش يعني ما حاجه غلط او حاجه انت متخيلاها فلو قلتي هتاثري علينا كل ده وده اللي دايما بنصح بيه الستات انها تقول يعني انت متضايقه من جوزك في حاجه شاكه فيه في حاجه اصحي الصبح قولي له انا متضايقه من كذا 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 وانا كده اي حاجه متضايقه مني بقولها قبل ما تحصل وانت هترد بصراحه يعني في بنسبه ما فيش هزار لا يعني ما اعرفش انا بشوف ان الوضوح بصيت لك بصه هي دلوقتي شفت البصه دي اشوفها في البرنامج واخدها زوم اير خلي بالك اشوف البصه دي لا والله انا بشوف ان اصل ما فيش حاجه ما فيهاش مشاكل عشان بس نبقى صوره